احيانا ارى اسمه مثلا في التليجرام. انا عاده لما اشوف شخص مكتوب عليه مثل المؤلف الفلاني كذا، بودي اشوف يعني هل فعلا هذا مؤلف او كذا، مو بهدف يعني فضول لا اكثر ولا اقل. ما اروح اقول ان فتشي او ما اروح اسوي فتشي ضده، ولكن اذا ما كان مؤلف اقول يا ترى هذا مو تاليف، هذا ترى اعداد، وهي مو خطا. انا من اقول عن الكتاب انه اعداد مو تاليف، هاي الحقيقه. البعض من الناس ما يتقبل ان يقال عنه ذلك. انا ناقشت الجهه الفلانيه، خب جيد، انا ناقشت الجهه الفلانيه، خب جيد، بالنتيجه هل المطلوب مني ان اسبح بحمدك واقدس لك؟ تناقشت، يعني شنو؟ يعني فعلت فعلا حسنا؟ لابد ان تكون حسن، لا مش فعلك حسن، ممكن انت اللي سويته صح، ولكن انت مو صح. هل اللي يسوي الصح لابد يكون صح؟ لا مو شرط. من يفعل الصح ليس بالضرورة أن يكون جهة تتبع، هذا حسن للفعل وليس حسنا للفاعل. هسا مثال واضح ده. يعني لو أنا جئت إلى شخص جالس في الشارع يبيع، أخذت منه حاجة وذهبت أبحث عن الفقراء وأعطيت الحاجة لهم، نفس حصول الناس على هاي الحاجة هو فعل جيد، حصولهم فعل جيد. أنا تفكيري في مساعدتهم أمر جيد، قصد جيد،